عسلامة، صباح الخير. اليوم باش نعملو جاتو رولي كما تشوفوا في الفيديو. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكومنتار وجيم قبل ما تشوفوا الفيديو، باش كل مرة نقدم لكم حاجة جديدة. تعالوا باش نخليكم مع بقية الفيديو. هلا غالب صوتي ماهوش واضح بالقديم، وانا قلت لكم قبل عندي حساسيه. جاتو رولي كما شفتوا في اول الفيديو، عندنا جاتو رولي او شوكولا، عندنا 4 عظمات، وعندنا 100 غرام سكر، زيدوها تشايشه ملح رشه صغيره، عندنا 100 غرام فرينه، وعندنا 120 غرام. في المرحلة هذه مانيش باش نعملو الخميرة، باش نستعملو 35 غرام جيلك اللي هو محسن مرطبات. اللي يحب يستعمل الفارينة نفس المكونات، ينحي كان الماء والجيلك. هنا حطيت 35 جيلك، يركض بعضهم والسكر مع بعضهم. في اخر مراحل الخميره والفرينه، وبعد بالسباتول يبدا يدورها، لكن يبدا يكون مسخن الفرن نتاعو ومحضر الطبق نتاعو باش الخميره ما تيحش. هنا باش نفقس العظام، عندي 4 كعبات، الربيه يكونوا كبار شويه. وباش نخلط المكونات الكل مع بعضها في نفس الوقت، خاطر كي يبدا عندنا المحسن ما نخفوش عن المكونات نتاعو. ما نحطوش العظام مع السكر ديريكت، باش نحط الفرينة قبلها، خاطر العظام مع السكر تتحرق كي ما نركضهاش بالوقت. حط 100 غرام فارينة، من بعد زيد 100 غرام سكر مع رشة ملح. توك حطيت المكونات الكل، باش نحطهم يتركضوا. اخر حاجة باش نزيد الماء، مانيش باش نزيدو تاويكا، نبدأ بشوي بشوي نزيد في سرعة الربو متاعي. خلي الخليط نتاعي يتركض، اللون نتاعو يتبدل يولي ابيض. من بعد نبدا نزيد الماء بشوي بشوي. الوقت هو الفول
تويكا باش نحط الماء متاعي بشوية بشوية. كي نبدأ نحط الماء نلاحظ الفوليم بتاع الجاتو يبدأ يزيد كما تشوف، يبيض ويزيد الحجم بتاعه. تخلي دقيقتين اخرين يتركض بالكدا باش يتنحى الماء الموجود، ولا نجم نوقف الروبو ونحرك بسباتول شوفوا كان يتنحى الماء ولا مازال نكمل نركض. تويكا الخليط متاعنا كملنا ركضناه، باش نحطو في الطبق نكون فرشة من لوطا بابي كويسون ولا الكارت الحريري. كيما تشوفوا الخليط متاعنا بياض ولا متماسك، نحاول نحطو في الطبق ونوزعو على كامل الطبق. في الأثناء يكون الفول يبدأ سخون نحطو على 150 درجة. Thank you.
هاكا كملنا وزعنا الخليط نتاعنا على كامل الطبق، نهزوه نحطوه في الفور على مدة 3 دراج يعني 15 دقيقة على 150 درجة. هاكا باش نحضروا الجناج باش نزينوا بيه من فوق، يبدأ عنا الكريم فريش تكون سائلة ماهيش الأخرى الحكة، عنا الشوكولاتة 4 توابع، عنا الجليكوز اللي باش يحافظلنا على سماكة الخليط متاعنا، وحتى كان يفضل منه شوية ما يفسدش، عنا الزبدة باش تعطينا اللقة واللمعة. نحاول نقص الشوكولاتة كيف كيكة بس في ساعة بوبلنا وما تحرقش في قاع الطنجرة. كملنا قصينا الشوكولاتة اللي عنا، باش نحاول نفرغ الكريم الفريش متاعي والزبدة والجليكوز نخليها في آخر مرحلة. بعد ما نفرغها نحط على النار لندوب الشوكولاتة متاعي. هاكا الخليط متاعنا على النار قاعد يذوب، اللي يكمل يهز غلوة صغيرة وتذوب لنا الشوكولاتة نحيوها، ونحاولوا ما تحرق لناش الشوكولاتة. هاكا بدات تذوب. كذا بالخليط نتاعنا زدنا الزبده ونحاولوا نخلطوا في ساعه في ساعه باش تذوب الزبده، وبعد كده نزيدوا مغرفه جليكوز باش يخلي الخليط نتاعنا يتماسك. الخليط هذا نجمو نحضروا قبل بوقت على قد ما يبقى، على قد ما تجي الشوكولاته نتاعنا متماسكه بالكدا وتكون جامده وما تنحش على الخليط. اما انا كنت مزروبه حضرتها في نهارتها قبل وقت اللي حضرت الجينواس. Thank you.
زدنا المغرفة الجليكوز متاعنا ونحاول نذوبوها فيسع فيسع في الخليط متاعنا، هي بشوي بشوي تبدأ تذوب. الجنواز متاعي حضرت، طلعناها من الفور. باش نحضروا الكريم شانتي متاعنا اللي باش نحطوها في الخليط. عندنا الكريم شانتي هذيك تجيني جامده اكثر من الباكويت الصغيره. عندنا الماء وروح بوفريو، نستعملوا الماء خاطر باش تجينا الكريم فريش متاعنا خفيفه. الماء يبدا بارد خاطر باش تستعمل الحليب تجي قويه، وان بلوس تخليها نهار نهارين تحسها تقرأس، واحنا توكا في الطقس يبدا سخون. ماذا بينا نستعملوا الماء تجي ابان اخف. باش نحطوا الكميه متاعنا ونركضوها بالعينين. نبدو نزيدوا بالماء السمك اللي نحبوا عليها نتاع الكريم شانتيه، الوقت هذاك نحبسوا مع غير ما نحطوا الماء. توكا باش نزيدوا شويه ماء ونركضوا الخليط متاعنا. باش نحطوا مغرفه صغيره روح البوفريوه خاطر انا بطبيعتي الجينواز ما نكتهاش بحتى حاجه. Thank you.
هذيك نتاع الجينواز نحوها بالسكينة خاطر مطعمها يبدا خايب وتبدا تفتفت بعد كي باش نزيدو الكريم. في نفس الوقت نحضرو الشحول باش نستعملوه للسيرول باش نستعملوه للبات نتاعنا. نحطو شوية ماء معاهم غرفتين سكر نحطوه فوق الغاز اللي ياخو غلوة ومن بعد نطفي عليه. بعد ما برد السيرو متاعنا زدناه شوية روح البوفريوة باش ناكل البات متاعنا الجينواز متاعنا وما نستعملوهوش هو سخون خاطر يقرصنا العجينة متاعنا. خلوه في عقله اللي يبرد ونستعملوه. وزعنا الكريم شانتيه متاعنا على كامل الجينواز نحاولوا ما نعبيو الفراغات الكل يبدو متساويين. باش نزيد شوية من صوص الشوكولا اللي عندنا حضرناها باش نزينو بها من فوق الكيك متاعنا. حاولوا نوزعو شوية. بعد ما حطينا الكريم شانتي والشوكولا باش نبدو الرولو في الجينواز متاعنا. ما نخافوش حتى لو كانت تتكسر شوية هي بطبيعتها العجينة مرتاحتش. طاوي كنعاود نلفها ونخليها ترتاح شوي. باش ندهن الرولي متاعنا بشوية كريم شانتي باش الشوكولا تركح من فوق. Thank you.
الصوص شوكولا متاعنا فوق رولي، حتى كان هبط على جنب عادي نعاود نهزه ونحطه فوق الجينواز متاعنا. نجم تبدأ عندك الشبكة متاع الفور، تحط فوقها الرولي متاعك وتصب الخليط متاع الشوكولاتة. أما أنا بطبيعتي لأولادي يحبوا الشوكولا يحبوا يقصوا ترانش، كده بقى صوص الشوكولا يأكلوها معاه. تبدأ بجنبها صوص الشوكولا. خدينا لي بوش متاعنا نحطو فيه الكريم شانتيي، تبدا دوي صغيره ونعملو الزينه هذيك. قصينا تاويك لي جاتو متاعنا كيما تشوفو كيفاش مرولي، باش نزينوه تاويك. عنا البوفريوه، عنا البيستاج، اوكي. خلينا قص الشوكولا متاعنا ما تفسدش، حتى كان تبقى نحطوها في الفريجيدين نستعملوها، تبقى لنا مدة جمعة. وحتى كي نصبوها على الخليط ما نصبوهاش وهي سخونة، لازم نحضرها من قبل على قد ما تبقى على قد ما تجمد وتجي مزيانة فوق الجاتو متاعنا. دوك عنا الشوكولاتة هذه عملتها انا وحدي، هبطيكم في فيديو باش نزينو بيها. انا في الجري في الدوري، بما انه لهنا غاليين متاع الديكوراسيون متاع الجاتو نحاول نصنع ديما اي حاجة في الدار. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا كومنتير وجيم واشتراك في القناة. طيب كما بقالي كنقولكم في الامان.